يعني موجودين، بأسلوب لكن المناظرة. إذا مش موجودين إحنا قدامنا البرنامج مكتوب والخبراء بيناقشوه بيقولوا آرائهم. نعم. وبالتالي بيوصلوا للمشاهد بيفهموه البرامج بتقول ايه، وبالتالي المشاهد لما بيكون موقف في الاخر وبيكون رأي هيروح يدي صوته لمين، بيبقى فهم البرامج دي بتقول ايه ومدى عمليتها ومدى قابليتها للتنفيذ، وهل هي مجرد كلام. وصلت فكرتك تماما دكتورة ليلى. نعم مخطط ويمكن تنفيذ. وصلت هذه الفكرة تماما، شكرا دكتورة ليلى عبد المجيد. اتحول الاستاذ سليمان الحكيم الكاتب الصحفي. استاذ سليمان بعد الترحيب بك، لعلك تابعت رأي الدكتورة ليلى عبد المجيد استاذ الاعلام بان المناظرة التلفزيونية في الحالة المصرية هي لا تفضلها، ولكن يكون التركيز على البرامج الانتخابية وكيفية عرض هذه البرامج ربما عبر متخصصين أو بعض أعضاء الحملات الانتخابية الخاصة بالمرشحين. ما رؤيتك أنت؟ أتفق تماما مع رؤية الصديقة العزيزة والأستاذة العظيمة الدكتورة ليلى. الحقيقة هي فكرة أمريكية زي ما قالت الدكتورة ليلى، ليس الهدف منها هدف سياسي ولكنه هدف تجاري، هو جلب الإعلانات. يعني أكبر كم من الإعلانات في هذه في مثل هذه المناظرات التي تجري بين مرشحين أو أكثر للرئاسة. هذه فكرة يعني لا تناسبنا إطلاقا، لأن احنا ما عندناش ثقافة المناظرة، ما عندناش أسس التي تقوم عليها مناظرة ناجحة، من فن الإصغاء، فن الحوار، قبول الآخر، كل هذه أسس. يعني كل هذه الأسس احنا عندنا ناس يعني كل الهدف في المناظرة هو أن يذكر عيوب الآخر وليس مميزاته الآخر. وليس مميزاته هو، يعني أن يهاجم الآخر بعيوبه بمسلبه، ويمكن أن يتطرق إلى مسائل شخصية لا يمكن التطرق إليها في نعم. إذن أنت تؤيد أن هناك آليات للوصول إلى البرامج الانتخابية إلى الناخب من قبل المرشح وليس من ضمنها المناظرات التلفزيونية. شكرا لك أستاذ سليمان الحكيم. دكتورة جيهان النمروسي أستاذ علم النفس، يعني دكتورة جيهان مرحبا بك في همزة وصل، ويمكن أنت يعني تطلعين على الرأي الطبي النفسي السياسي في هذا الموضوع. يعني المناظرات التلفزيونية كما أشرنا هي فن وثقافة، وكان لنا تجربة في الانتخابات السابقة، ويمكن كما نوهت في بداية الحلقة أنه كما قال البعض بعدها أن المناظرة صبت في مصلحة مرشح ثالث ليس من شاركوا في المناظرة. رأيك أنت دكتورة جيهان وأنت أستاذ علم النفس، يعني تأثير المناظرات بفنها وثقافتها في المجتمع المصري. مساء الخير مي، مساء النور، برحب بيكم وبقول لكم كل سنه ومصر كلها طيبه. عايزه اقول ان يغفل الكثير ان المناظرات دي بيتكلموا من ناحيه الرؤيه للمثقفين والناس اللي على وعي بالرئاسه، وعي على برامج الرئاسه، لكن انا بقول المناظرات دي مهما كانت سلبياتها فليها ايجابياتها مع المواطن العادي البسيط اللي هو محتاج الاعلام اللي ينوره بطبيعه وافكار وبرامج المرشح. مش كل الشعب المصري عنده نسبة الثقافة أو نسبة الوعي السياسي اللي يعرف مين المرشح ده أو إيه البرامج بتاعة المرشح ده. لازم الإعلام يقدم شخصية المرشح أو المرشحين، كل شخصية بالبرامج بتاعتها بالمناظرة بتاعتها، بحيث إن المواطن العادي البسيط اللي هو ما بيعرفش يقرأ ما بيعرفش يكتب وصوته مؤثر في الانتخابات الرئاسية يقدر يطلع بسهولة من خلال الإعلام ومن خلال ومن خلال الرؤية ومن خلال السمع يقدر نعم. يطلع على دكتورة جيهان، يعني اسمحي لي استوقفك هنا اللي عايزها من المرشح نعم؟ هو اسمحي لي يعني في هذه النقطة تحديدا، ما يقال يعني كما تفضل دكتورة ليلى عبد المجيد وأستاذ سليمان أيضا يشاركها الرأي بأن سيكون هناك ما أشرت إليه الآن بتوعية بشكل سماعي وبشكل بصري، وسيكون هناك يعني تنويه بالبرامج الانتخابية وقراءة فيها عن طريق متخصصين، ولكن النقطة الفيصلية هنا المناظرة، وجود المرشح ذاته في الحدث وهو من يتحدث. فهي دي نقطتنا، هل يعني بعد تجربتنا التي شهدناها بالعام الماضي بين دكتور أبو الفتوح والسيد عمرو موسى، يعني كيف تبعتيها أنت من منظور المواطن العادي، يعني كانت سلبية أم إيجابية؟ لا
مهما كانت سلبياتها، مهما كانت سلبياتها، مهما كانت الناس اللي شايفين الخسائر او الكم الفادح من الاخطاء من المناظره، انا بحس ان الحاجه دي مهمه للمواطن العادي ان يشوف في امس حاجات الغضب وامس حاجات الاستفزاز بيطلع الانسان سيكولوجيا المخزون الطبيعي عنده. واكيد المناظرات دي فيها استفزاز وفيها حوالي ان بيبقى كل انسان عايز يطلع كل اللي جواه. من هنا اما بستفز انسان بقدر اعرف ايه المخزون اللي جواه، بعرف ايه طبيعته. لا يظهر ما بداخلك الا اذا غضبتي، الانسان يظهر ما بداخله اذا غضب. فهل هقدر اعرف طبيعه المرشح دي في حاله غضبه، في حاله الكياس بتاعته، في حالة هدوءه، في حالة استقباله للآخر، في حالة الحوار بتاعه؟ هل هو يتميز بالكياسة؟ هل هو يتميز بالعقل؟ هل هو يتميز بحين الحاجات المفاجأة؟ ايه رد فعله؟ يجب ان المرشح تبقى فيه المناظرة حتى اقدر استفيد انا كمواطن طبيعي من طبيعة المرشح الرئاسي، واقدر افهمه في ساعة غضبه، في ساعة هدوءه، في ساعة كياسة. طب دكتورة جيهان، كان مدرب زي ما بيقولوا ان هم بيتدربوا على الحاجات دي. صحيح انه فن وثقافة على الاستيعاب ده، لكن غصب عنه الطبيعه البشريه بتنضح بما فيها، سواء لان الانسان بطبيعته مهما مثل فاكيد طبيعته الاساسيه في موقف ينرفزه او كلمه تخرجه عن طبيعته بتبين طبيعته. طب نكون اكثر واقعيه دكتوره جيهان، يعني في هذه النقطه برضو تحديدا، يمكن ان يكون هناك برنامج انتخابي لاحد المرشحين بكل النقاط السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه وكذا، ولكن ليس لديه القدره الكافيه على توصيلها. يعني هنا هيكون الخصائص الشخصية ممكن تطغى على الجانب السياسي، ونحن نريد رئيس للجمهورية وليس فقط متحدث لبق. احنا مش عايزين احنا ما بندورش على رئيس المكتمل، ما فيش انسان كامل. لو البرامج بتاعته كويسه وهو انسان الى حد ما البرامج مقتنع بيها ومقتنع بتنفيذها، الرئيس مش لوحده اللي بيشتغل في الدوله، الرئيس ومعاونيه الرئيس زي ما ذكرت الدكتوره ليلى، والبطانه بتاعته والناس اللي وراه والناس اللي معاه. قالت ان هو انسان لازم يكون فيه متخصصين يتابعوا البرنامج بتاعه، يشوفوا هل هو قادر على توصيل البرامج دي ولا هي برامج نظريه بس يضحك بيها على الشعب. هل البرامج دي تصلح لتطبق على المواطن البسيط والمواطن الطبيعي والمواطن المستوى العالي؟ شكرا لك دكتورة جيهان، وصلت الفكرة تماما. شكرا دكتورة جيهان النمروسي، أستاذ علم النفس، والشكر موصول أستاذ سليمان الحكيم الكاتب الصحفي، وأيضا دكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. إذا كانت هذه آراء بعض المتخصصين، ماذا عن آراء الشارع؟ كاميرا النيل في همزة وصل رصدت آراء بعض المواطنين حول هذا الموضوع، نشاهد ونعود مرة أخرى. بالنسبة للمناظرات السياسية هي مطلوبة من الناحية الحزبية، والناس عشان الناس تعرف البرامج، كل البرنامج اللي نازل بيه المرشح واخد حضرتك، ولكن كلنا نعلم ان احنا على قلب رجل واحد، كل واحد بيعرض البرنامج الانتخابي بتاعه والناس هي اللي هتقرر فيهم. وانا وجهه نظري مثلا سين من الناس من المرشحين ان انتخبوا واحد كثير من الناس، بس انا اعتقد الشعب المصري واعي النهارده ويقدر يحدد الرئيس بتاعه من النهارده. ده غلط، لان انا يعني النهارده قدامي بتاع 15 20 مرشح للرئاسه، ما ينفعش موضوع المناظرات ده. انا اللي حكمني المرشح اللي عايزه خلاص في الصندوق، انما موضوع المناظره ده كلام يعتبر تضييع وقت. المناظرات ديت اكيد هتفيد الناخب ان هو هيعرف توجهات كل مرشح وتفكيره وخطته طبعا والبرنامج بتاعه، فانا شايف ان هي يعني حاجه كويسه. المناظرات دي بتتعمل في كل حته في الدنيا، فاحنا من حقنا برضو ان هي تكون عندنا هنا في مصر، يعني بما اننا بنعيش تجربه ديمقراطيه جديده. هو كل واحد بيعرض اصلا البرنامج الانتخابي بتاعه، تمام، والناس هي اللي بعد كده بتحكم في الصندوق. المناظره بينهم دي هتورينا الرؤيه السياسيه لكل واحد فيهم وايه البرنامج، علشان المواطن يقدر يقتنع، ما ياخدش بالاسماء، لا ياخد بالرؤيه السياسيه. والرؤيه دي هل هتفيد البلد ولا مش هتفيد؟ ده مرشح وده مرشح، ده يقول البرنامج بتاعه وده يقول البرنامج بتاعه، والله الموفق لمصر.